أخذنا التينشن ممبر، أخذنا بحالة أنه ممبر يعني اعتيادي، قطعة البيت، وأخذنا إكسنتريك كونكشن، يعني إحنا جاي ندرس التينشن ولكن الربط مالتها هو لا متمركز حول المحور اللي قلنا مثل حديد الزاوية اللي مربوط من رجل واحدة، أو شانل مربوط من خلال الويب، أو تي سكشن مربوط من خلال الفلانج. قلنا شلون ننقص من المقاومة إذا كان مقطع ومقطع واحد أو دبل. كذلك أخذنا إذا في حالة اكو عزم بالإضافة إلى قوة الشد، شلون لازم تتحقق هذه الاكسبريشن، يعني اللي هي الشد المسلط تقسيم تحمل الشد زائد العزم باتجاه اكس على تحمل العزم باتجاه اكس، زائد اذا اكو عزم باتجاه واي على التحمل، لازم يطلع المجموع عندنا ان اقل من واحد. الان ما بقى عندنا بالتينشن ممبر فقط compound tension members. إذا كان tension member متألف من أكثر أو متكون من أكثر من مقطع، إحنا بالإكسنتريك حكينا يعني إذا كان single وإذا كان double، بس ما أخذنا بالتفاصيل مالت هذه ال double section، يعني بطينا معادلة، وهاي المعادلة طبعا هي مو دائما تنطبق. الـ compound tension members بالنسبة للـ tension member اللي يتألف من two angles، مقطعين من حديد الزاوية، أو two channels مقطعين من حديد الساقية، أو two T section مقطعين من يعني memberين من المقطع حرف T. التنشن كاباسيتي نحصل عليها بالشكل التالي. أول شيء إذا كانت هذه الممبرز الاثنين مربوطات to both sides of a gust or section، فإحنا ما نجي نطبقهم مباشرة، يعني راح نربطهم على gust plate أو member. فإذا كانوا مربوطين على الجهتين، الوجهين on both sides من هذه القست أو الممبر اللي رابطهم، أو يعني قسم يسمونه back to back هذا الرابط، أو يعني both sides على كلا الجهتين مالت القست أو المقطع. فهنا التنشن كاباسيتي مالت الكومبوننت مثل ما أخذنا بحالة الإكسنتريك، وقلنا إذا عندنا دبل تحمل الشد هو الديزاين سترينث بي واي، اذا كان الربط فراغي في المساحه الفعاله الصافيه ناقص 0.25 A2. وقلنا ال A2 هو مساحه الجزء ما مربوط، ونحصل عليه من خلال المساحه الكليه ناقص المساحه الكليه للجزء المربوط، اي جروس ناقص اي 1. بالنسبة للمقاطع اللحام أيضا هي نفس المعادلة اللي أخذناها، إذا كان مربوط من خلال اللحام فتحمل الشد الـ PY في الـ A gross ناقص 0.158. هذه هي نفسها أخذناها بحالة الـ eccentric، قلنا إذا كان المقطع دبل اللي هو هنا قلنا الربط on both sides. إذا كان الربط من خلال وجه واحد on one side أو to the same side of a guest or member اللي هو بالشكل التالي، يعني هذين مقطعين angle مربوطات ويا ال guest البيت أو member بنفس الوجه بوجه واحد من البيت، ومثل هذاك قلنا على وجهين على جانبي البيت both side. فهنا راح تكون التنشن كاباسيتي
اللي نحسبها هي راح تكون مثل ما حسبنا للسنجل ممبر. إذا الربط براغي فتحمل الشد الديزاين سترينث في المساحة الفعالة الصافية ناقص 0.582، إذا كان الربط باللحام في بي واي في المساحة الكلية ناقص 0.382. أكو سؤال أو أكو شيء ما واضح؟ أحد عنده سؤال أو استفسار؟ طبعا هسه احنا انتهينا من موضوع التنشن ممبر. هسه بعد نعرف نصمم ممبر. اذا عدنا بالستركتشر مالتنا ممبر عليه شد راح نعرف نصممه. أخذنا تصميم البيم وأخذنا تصميم الرابط، أخذنا البيم إذا إحنا نصنعه، البيم إذا كان كومبوند يعني نقويه ببليت، بقى عندنا اللي ما أخذنا ما عرفنا تصميمه هو الأعمدة أو الكومبريشن ممبرز، الممبرز المعرضة إلى قوة ضغط. ذاك التنشن ممبر كانت قوة شد محوري، الآن الكومبريشن ممبر هو الممبر سبجكتد تو لونجيتيودينال كومبريشن لود، الممبر اللي عليه قوة محورية، قوة انضغاط محورية عادة يسمى السترات. ذاك التايز هذا سترات، إذا عليه قوة ضغط محورية. طبعا vertical سترات هذا العمود أيضا يسمى كولوم أو يسمى stanchion نفس الشيء. سترات أكثر شيء يعني كمصطلح يطلق إذا كانت فقط عندي قوة ضغط محورية. كولوم لا، تسمية عامة يعني يجوز هذا عليه مو بس قوة ضغط، يجوز قوة ضغط وعزم، كذلك الستانش. ممكن أن نقسم الأعمدة إلى ثلاث مجامع اللي هي أول شيء الشورت ستراتس، أعمدة قصيرة أو كامبريشن ممبر القصيرة، والميديوم سترات، واللونج أو سلندر تسمى. وإذا زاد الطول لنفس المقطع فهنا راح يكون معامل النحافة عالي، يجوز يصير عندنا فشل يعني بالبكلنج. يعني لنفس المقطع إذا كان أقصر ما يعني يكون أقوى احتمال. يعني بعدين هسه راح نشوف بنشرح كيفية إيجاد مقاومة الانضغاط، راح نشوف شلون يعني كل ما تزيد النحافة كل ما تقل مقاومة الانضغاط. أغلب الـ compression members أو الأعمدة أو الستراتس مالتنا هي تقع ضمن الجروب الثاني اللي هي الميديوم سترات. اللونج سترات هذه أو النحيفة عادة تفشل بالانبعاج أو اللاترال بيندينج، بينما القصيرة هو العمود قصير يعني ما راح يعني يجوز ما يصير بانبعاج، يميل إلى الفشل بالتكسر أو التهشم المباشر للمادة مالت. أي اعتيادي أي ممبر مثلا قصير تضغط عليه ما راح ينثني يعني ينحني للجانب او ينبعج، وانما اذا راد يفشل تتهشم المادة مالته نفسها يصير بيها كراشينج. اذا ممبر لا عليه طول يعني
ايش الضغط من الجوانب راح يصير انحناء يعني ينعوج وبعدين يصير فشل. الآن شلون نحسب مقاومة الانضغاط أو تحمل الانضغاط؟ قبل لا نحسب تحمل الانضغاط يحتاج أن نحسب الكومبرسيف سترين، مقاومة الانضغاط. طبعا مقاومة الانضغاط تتأثر بعدة عوامل مثل الكروس سكشنال شيب، شكل المقطع. بعدين من نروح للجدول راح نشوف احنا الجدول هذا يعني رحنا له من صممنا الاستيفنر، اللود كارينج استيفنر، استيفنر اللي كانت تحت الحمل تحت الأحمال المركزة أو فوق المساند. استخدمنا تيبل 24 طلعنا، بس ما أخذنا وقتها بالتفاصيل. فسوى يعتمد على شكل المقطع. ليش؟ احنا إذا نتذكر جدول 24 هذا جدول 24 يعتمد على ديزاين سترينث واللامدا، واللامدا وقتها قلنا هي ال افكتيف على ار على الراديوس اوف جايريشن. الراديوس اوف جايريشن شو يساوي لنا احمد زيد؟ نعم دكتور، الراديوس اوف جيريشن شو يساوي لنا؟ دكتور جذر الاي الاي على الاي شو صار لك ساعة صافن على هذا؟ ترى على ما تذكرتها. اوكي شكرا احمد. radius of gyration هو الاي على الاي تحت الجذر. مثل ما نعرف الاي ما تعتمد فقط على مساحة المقطع، لا تعتمد على الشكل مثل ما تعلمنا من كنا مرحلة أولى. يعني إذا مستطيل بي اتش تكعيب على 12، إذا المقطع دائري راح تختلف، إذا مثلث راح تختلف، يعني هو معتمد على الشكل الآي، والآر معتمدة على الآي، واللامدة هي داخل بيها الآر، فإذا أصبح تأثير الشكل يعني شكل المقطع أصبح يأثر على المقاومة. كذلك النحافة مالت المنبر، لأن هو أصلا الجدول شنو علاقة ما بين النحافة، وحسب النحافة نستخرج كل ما زادت النحافة مثل ما نشوف كل ما تقل مقاومة الانضغاط. يعني هنا لحد 108 قلت من 275 إلى 141، إذا نتجاوز 108 بعد يعني إذا نوصل آخر قيمة 350 صاعش، مش قد فرق يعني ما كانت بالبداية 275 نيوتن على المليمتر مربع وين صارت 16. فالنحافة لها تأثير كبير.
وهي هم مثل ما قلنا هي انها فعل افكتيف على الار. فعل افكتيف يعتمد على الطول، لذلك من الساعة قلنا كل ما زاد الطول مالت الممبر يعني يسمونه او الكومبريشن ممبر يسمونه سلندر. ليش؟ لان من يزيد ال صح احنا ناخذ ال افكتيف، ال افكتيف يعتمد على نوع التقييد يعني راح تزيد اللامدا وبذلك تزيد النحافة ويقل مقاومة الانضياب. كذلك يعتمد على اليلد سترينث مات الستيل، وهذا الشيء واضح يعني بي واي. كذلك يعني تتأثر من خلال الريزيجوال ستريسز والانيشيال امبرفكشن، الاجهادات المتبقيه يعني نتيجه التصنيع. انا عندي حديد اذا مصنعه هوت رولد، يعني انا مموع الحديد او مسوي عجينه مثل ما شرحنا بدايه السنه برولات ومصنعه، هذا يعني متعرض الى عده عمليات، فاكو نوع من الاجهادات يبقى داخل الماده. كذلك الانيشال امبرفكشن، العيوب الاوليه نتيجه التصنيع، قد اكو يعني مثلا من ضمن التركيب احنا ما نشوفها بس من ضمن التركيب يعني اكو مثلا ضاله يعني نسبه شوائب وغيرها، فهذه ايضا راح تتاثر. بس الكومبرسيف سترينث مقاومه الانضباط small p c هنا أنا مثل ما حكينا بالتصميم مال الاستيفنر لود كارينج استيفنر، هنا أنا راح تعتمد على سترات كيرف، سترات كيرف مالت الباكلينج حول المحور اللي احنا جايين شيك حوله، وهذا السترات كيرف هو جدول رقم 23. احنا باللود كارينج ستيفنر قلنا مباشرة ناخذها سترات كيرف سي، بس هسه بعد بالعمدة مو كيفنا ناخذها، لازم نروح الجدول 23. جدول 23 على اليمن يعتمد بالاعتماد على التايب اوف كروس سكشن، نوع المقطع، كذلك الماكسيمم ثيكنس واكبر سمك في المقطع. فلازم احنا نروح جدول 23 نحدد الستريت كيرف، يلا نروح الجدول 24. يعني مثل ما اخذنا بالاستفنر، احنا بالاستفنر مباشره رحنا على ستريت كيرف سي، بس هنا نشوف تيبل 24 هو بي اي بي وسي ودي. فشلون نحدد على يا سترات كيرف؟ نحدد من تيبل 23 اللي هو جاي ينطيني نوع المقطع، وهنا الماكسيمم ثيكنس السمك عادة هو جاي ياخذ أقل من 40 وأكبر من 40، وعلى يا محور أنا جاي أشيك. يعني احنا قد نفس العمود هسه بعد شوي من راح نرجع التشيكات، يعني انا نفس العمود هو بس قد يكون اكو تقييد باعتبار اتجاه واي ضعيف، اكو نقطة تقييد فراح يكون الطول اقل، باتجاه اكس يجوز الطول اكبر. فبهالحالة ما ادري انا الفشل وين راح يصير، على اكس لو على واي؟ صح احنا اللي عرفناه واي هو الاضعف، بس يجوز خالين يعني الطول باتجاه واي اقل من الطول باتجاه اكس. مثلا انا اذا عندي قطعه عمود حديد اتش انا مشتريه من السوق وهو ارتفاعه 12 متر، ما قطعته جبتها وخليتها، وبعدين بالنسبه للسقف قطعت مثلا خليت هذا العمود لثلاث طوابق، كل طابق ارتفاعه 4 متر، هنا كل 4 متر صار عندي تقييد باتجاه، هاي بالنسبة إذا عمود طرفي خارجي،
كل 4 متر اكو تقييد، فهنا من نحسب الايضا افكتيف، هسه راح نجي لها بالايضا افكتيف، راح اخذ 4 متر، بس بالاتجاه الثاني ماكو نقاط تقييد، راح اخذ 12 متر. مو شرط انه الفشل يصير حول واي باعتبار واي اضعف، خصوصا اذا كانت يعني نقاط التقييد تعطيني طول فعال مختلف بكل اتجاه اشيك الاتجاه. فلذلك هنا على يا محور جاي اشتغل ينطيني السترات كير باعتماد على الماكسيموم ثيكنس اكبر سمك ونوع المقطع، يعني مثل هذا هوت فينيش ستراكشرال هالو سكشن، مقاطع المجوف دائري مربع مستطيل. هنا بغض النظر عن السمك حول اكس اي حول واي همين اي، الكولد فورم المصنعة بالطريقة الباردة اللي هو ليت مغلوبا بمكان ويعوجون اللي جاي يشتغلون من عنده المفروض هاي الأبنية الاقتصادية، همين بغض النظر عن السمك هو سترات كيرف سي حول المحور. بينما هسه يجي الرولد اي سكشن، اذا جايب انا الاي سكشن هو صح الاي سكشن احنا نسميه يونيفرسال بيم نستخدمه عادة كبيم، ولكن ما يمنع انه انا اخليه كومبريشن ممبر اذا يحقق المتطلبات. فهنا اذا كان السمك اقل من 40 حول اكس هو سترات كيرف اي، من جاي اشيك يعني نقصد حول المحور اكس حول المحور واي بي، اذا السمك اكبر من 40 لا راح يصير حول الاكس سترات كيرف بي حول الواي، وهكذا الرولد اتش سكشن، الاتش سكشن المقاطع اللي احنا عادة نستخدمها للأعمدة، نستخدم الاتش لان احنا ايضا نحتاج مساحة حتى تقاوم لنا الانضغاط، ايضا هنا السمك اقل من 40 ملم حول اكس بي حول واي سي، السمك اكبر من 40 ملم حول اكس سي حول واي دي، وهكذا الويلدد المقاطع اللي احنا مصنعينها اللحام، شلون اخذنا مقاطع يعني هذا البولت اب سكشن، اخذنا البليت جيردر احنا صنعناه يجوز العمود ايضا هم احنا نصنعه باللحام هنا سواء كان على شكل حرف اي او اتش فهو ايضا ينطينا، وهكذا بالنسبه لباقي الجدول يعني نوع المقطع شنو هو اللي جاي استخدمه والماكسيموم يعطيني السترات كير لكل محور، يعني مثل ما قلنا احنا يجوز نشيك على محور اكس على محور واي نشيكهم اثنينهم. تيبل 23 يحدد لي السترات كير مالت تيبل 24. اكو حد عنده سؤال؟ اكو شيء ما واضح؟ محمد أمين اكو شيء ما واضح؟ لا دكتور تمام وياك الباقيين ما حد عنده سؤال استفسار شيء ما واضح؟ هسه نجي احنا قلنا تيبل 24 هسه نحددنا السترات كير من تيبل 23 نريد نروح لتيبل 24 عندنا لامدا هي معامل النحافة اللي هي ال L effective على radius of gyration، طبعا يا radius of gyration حسب الاتجاه اللي جاي نشتغل عليه، جاي نشيك باتجاه Y على R Y جاي نشيك باتجاه X على R X. لامدا قلنا L effective على R وال R radius of gyration حسب الاتجاه اللي جاي نشتغل عليه،
راح نجي الال افكتيف الخاصه مالت الاعمده الكومبريشن ممبر هي بتيبل 22. تيبل 22 هي النومينال افكتيف لينث بالنسبه للكومبريشن ممبر. مو تخلطون ويا ال افكتيف مالت البيم الما مسنود عرضيين اللي يصير بي لاترال تورشنال باكلينج، ذاك اهم من بي عاج ترى، بس ويا دوران اتجاه المحور الضعيف واي، لذلك ذاك كنا نقول فقط على ار واي، ذاك من كنا نحسب له لامدا نقول ال افكتيف على ار واي، ماكو غير الار واي. هنا لا، على يا محور جاي تشيك هي الاخر، تشيك للاكس ار اكس، تشيك للواي ار واي، والال افكتيف مالت العمود من تيبل 22. ذيك من يا تيبل كانت، منو يتذكر؟ 13 دكتور؟ 13 جيد. بالنسبه للكانتيليفر 14. هذيك التيبلز مالت ال مالت البيمز ما مسنودة عرضيين. فالإفكتيف لينث هو عادة يعني عبارة عن فاكتر في الطول، وهذا الفاكتر يعتمد على ظروف التقييد بالمستوي اللي أنا جاي أشيك له، مستوي X أو مستوي Y. إذا نشوف الجدول هو كله عبارة عن فاكتر في ال L، أما 0.7 0.85 0.85 1 1.2 1.5 2 فهو فاكتر في الطول، وهذا الفاكتر يعتمد على التقييد. هسه خلينا نشوف ال L شلون ناخذها وبعدين نرجع نحكي على الجدول الفاكتر. ال L هي طول القطعة السيجمنت لينث مات الممبر بالمستوي اللي جاي اشيك له، وش ناخذها؟ انت should be taken as، ناخذها انا حكيتها من ساعة، الطول بين نقطتين اللي يقيدون الانبعاج بهذا المستوي، يعني جاي اشيك حول اكس، فالطول ال هو طول القطعة بين نقطتين تقييد يقيدن باتجاه اكس، يعني يجوز اكو نقطة بس ما تقيد باتجاه اكس، يعني مو نقطة احنا يعني نقول يعني فرد اسناد جاي يقيد باتجاه واي، وانا جاي اشيك باتجاه اكس، فما لي علاقة بها هاي عبرها. شلون قلت من الساعة مثلا يجوز طول العمود 12 متر بس كل 4 متر اكو تقييد باتجاه واي، فمن اشيك للواي اخذ بين نقطتين تقييد باتجاه واي اللي هي 4 متر، باتجاه اكس اذا اكو مثلا خالين واحدة بالنص اقول 6 الطول، ما خالين لا يجوز 12 كلش من فوق لي جوا ما خالين بس جوا الاسناد فوق، فعلي يا مستوي جاي اشيك نقطتين التقييد اللي تقيد الانبعاج بهذا الاتجاه ما لها علاقة بالاتجاه الثاني. اوكي، فلذلك الفاكتر هو يعتمد على ظروف التقييد مثل ما نشوف في تيبل 22. طبعا اول شيء النان سوي مود اذا ماكو ميلان جانبي، يعني السوي اخذتوه انتم بالانشاءات تصير يعني ميلان بالفريم ككل نتيجة ويند لود او هوريزنتال فورس، بالابنية ما عندنا هوريزنتال فورس منين يجي فقط يعني من الويند لود،
قد يصير سوي، إذا ماكو سوي فهنا effectively held in position at both ends، يعني جاي يعتمد على نقاط التغيير بالنهايتين. تقييد فعال effectively restrained in direction at both ends، يعني تقييد فعال بالنهايتين، يعني هذا وكأنه fixed. جزء ده أخذتها بالتحليلات كنتوا تحسبون يعني تطلع 0.7L. partially restrained تقييد جزئي بالاتجاه اللي جاي نشتغل عليه بالنقطتين 0.85. restrained in direction at one end، واحدة من النهايات هي بيها تقييد، الثانية ما بيها همين 0.85. ماكو تقييد، يعني ماكو تقييد، هذا شلون البن بن او هنج هنج، فانحناء او انبعاج يصير على الطول كله، فراح يكون 1L. كذلك هذا السواي مود، وشلون يصير السواي؟ one end effectively held in position، يعني نهاية تبقى ثابتة مكانها ومقيدة بالاتجاه، النهاية الثانية راح تكون not held in position، ما ثابتة بموقعها، يصير السواي تتحرك، هذا شيء أكيد. هنا ماكو سواي، اثنينهم ثابتين بمكان، اثنينهم held in position، فنفس الشيء حسب نوع التقييد. طبعا انت بالامتحان او هذا يعني بالسؤال احنا راح نعطيك نوع التقييد حتى تعرف تحسب ال L effective. هسه واضحه ال L effective؟ قلنا حسب الاتجاه بعد، وال L طول القطعه بالاتجاه اللي جاي اشيك له، طول القطعه جاي اشيك اتجاه X، فطول القطعه بين نقطتين تقييد تقيد لي باتجاه X، شيك باتجاه Y الانبعاج، طول القطعة بين نقطتين تقييد باتجاه Y. النحافة السلندرنس هي L effective على R، والR radius of gyration مالت المحور اللي جاي اشيك له، جاي اشيك للX اخذ radius of gyration RX، جاي اشيك واي اخذ radius of gyration ry. مو تغلطون مثل البعض بامتحان الفصل الاول، يعني ذاك مال lateral torsional buckling مال بيما على ry ماخذين من الجدول قيمة الروت radius، مو الروت radius، لامدا ال effective على rr radius of gyration، بالبيم كله ry لان هو راح ينبعج باتجاه ضعيف، بالكولوم لا ما ندري احنا وين جاي نشيك، جاي نشيك للاكس اذا يصير انبعاج حول اكس ار اكس، جاي نشيك اذا انبعاج حول واي ار واي. هسه يعني حصلنا اللامدا من ال افكتيف على ار، حصلنا الستريت كيرف حسب يعني قلنا المقطع والسمك، ورحنا لتيبل 24 وطلعنا بي سب سي، والبي سب سي هي مثل ما قلنا البي سب سي هي مقاومة الانضغاط، اجهاد يعني نيوتن على مليمتر تري. هسه نريد نحسب تحمل الانضغاط كقوة، compressive resistance capital P C. هنا راح نرجع للكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن يا تيبل منو يتذكر؟ داش كلاسيفيكيشن تيبل 11. فإذا كان كلاس 1 اللي هو البلاستيك او كلاس 2 الكومباكت وحتى الكلاس 3 سيمي كومباكت، ثلاثتهم نفس المعادله،
اللي هي أي جراس المساحة الكلية في small piece of c. هاي طلعناها من table 24، حتى من أخذنا بالاستيفنر كنا نقول مساحة تشتغل مع الاستيفنر اللي كانت قلنا الاستيفنر وياها جزء من ال وياها جزء من الويب يشتغل. فالمساحة الكلية هنا من المقطع مالتنا اللي احنا ماخذين مقطع من الجدار موجودة المساحة الكلية بالجدول في البي سب سي، ما عدا الكلاس 4 اللي هو السلندر كروس سكشن. فهنا البي سب سي اي افكتيف في بي سمول بي سي اس، والاي افكتيف هي الافكتيف كروس سكشنال اريا حسب الفقره 3-6 وفيجر اطمال. الاي جراس المساحه الكليه للمقطع مثل ما قلنا البي سب سي الكومبرسيف سترينث اللي حصلناها. البي سب سي اس هاي بالسلندر قلنا راح نستخدم اي افكتيف وبي سب سي اس. اي افكتيف من فقرة 3-6 وفيجر 8. البي سب سي اس يقول لك هي نفسها البي سب سي ولكن بتقليل النحافة or a reduced slenderness لامدا في اي افكتيف على اي جروس اس نص. واللامدا اللي هي مثل ما قلنا تعتمد على radius of gyration مالت اللامدا، مو قلنا يلا افكتيف على ار. الار هي مات المقطع ككل، مات المساحة الكلية بعد، مو مات الافكتيف، لان يعني الافكتيف هذه راح تكون اقل من المساحة الكلية. عندنا ايضا ملاحظة، هاي الملاحظة تقول بالنسبة للويلدد المقاطع اللي مصنعينها باللحام سواء اي اتش او بوكس سكشنز، البي سب سي اللي نحصل عليها من تيبل 24 او لازم نحصل عليها من تيبل 24 نستخدم بي واي اقل ب 20 نيوتن على المليمتر مربع من اللي تطلع لنا بتيبل 9. يعني اذا المقطع لحام انا البي واي منين اجيبه؟ بي واي من تيبل 9 مو صحيح؟ هذه البي واي ليش خالي 275 و265 200 بالاعتماد على السمك مو صحيح؟ حسب تيبل 9 السمك اقل من 16 275. بس اذا المقطع لحام ايش راح اسوي؟ اقول هاي البي واي 275 اطرح منها 20، لان وين راح اروح؟ على 255. اذا كان السمك اكبر من 16 حسب تيبل 9 البي واي 265، هاي بقى مقطع جاهز. اذا مقطع لحام من اجي لهذا الجدول اقول لان لحام هو صح بي واي 265 بس ناقص 20، وين راح اروح؟ لل 245. اذا سمك اكثر من 40 حسب تيبل 9 بي واي 255، ولكن اذا لحام راح اقول 255 ناقص 20 اجي اشتغل على هذا العمود. مفهومه واضحه؟ عندي دكتور واضح واضح. اكو احد عنده سؤال او استفسار؟ اكو شيء ما واضح؟
السؤال دكتور الاي افكتيف يعني شو استحرجه؟ نرجع للفقرة ثلاثة ستة بالشكل ثمانية. هي طبعا نفس ما تلبين. هذا الشكل ثمانية. بس مثلا رولد اتش سيكشن جاي تشوفونه، اي نعم دكتور. يعني عندي هذا اتش انا مستخدمه كعمود جاهز. اوكي، المساحة طلع سلندر بالكلاسيفيكيشن، المساحة الفعالة بعد ما آخذ هالمساحة ما أتكه كل من المقطع، وإنما إيش راح آخذها؟ ارتفاع الويب نفسه، الفلانج آخذ 15 تي إبسيلون ب 15 تي إبسيلون، وأحسب المساحة، يعني مو كل الفلانج راح يشتغل. إيه إذا المقطع لحام 13 تي إبسيلون، الآي سيكشن لا، طبعا هذه الآي إفكتيف مالت بيم وكولوم، الرابط آي سيكشن هنا الويب أعتبرها مو كلها تشتغل، راح يشتغل منها 20 سمك الويب ابسيلون ب 20 سمك الويب ابسيلون، كذلك اللحام نفس الشيء ما بيها اختلاف، هم 20 سمك الويب ابسيلون، بس بالعمود يعني بالمقطع الاتش لا اكو اختلاف، الجاهز 15 سمك الفلانج ابسيلون ب 15 وهنا 13. اوكي اوكي لا مو اوكي، تمام دكتور. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ شيء ما واضح.